اليوم راح نسافر ويا المدرسة إلى عاصمة السويد ستوكهولم. سفرتنا 4 ساعات ونص بالقطار. راح أصور السفرة كلها كأنه أنت وياي. يلا. حاليا وصلنا للقطار راح نصعد فيه. يلا خلينا نشوف شلون شكله. هنا حاطين اكل وهاي السوالف، اللي يريد يشتري يشتري منه. حاليا وصلنا لستوكهولم، نزلنا من القطار. طب حاليا وصلنا لستوكهولم، خلينا نشوف المكان ايش قد حلو. اول شيء اخذونا جوله عمود نشوف معالم المدينه، بعدين نتمشى براحتنا. طبعا هسه راح نروح نشوف قلعة الملك، نشوف التماثيل اللي موجودة عليها، شي حلو كله. هسه احنا قاعد نتمشى على الجسر اللي بصف القلعة، هسه راح نصور قلعة منه. شوفوا منظر خرافي. هاي الشوارع الموجودة هنا، شوفوا هاي الدرابين القديمة بالمدينة. اشتركات مع القطار واجي. حاليا راح نطب الاكبر مول موجود، تعالوا خلينا نشوفه. قاعد تشوفوني؟ شوفوا هنا أنا محل تسلا، هنا حاطين الشاحنه مالته، شوفوا شكله. هاي اول ما طبينا للمحل. طبعا المول كلش كبير كلش حلو، شوفوا السقف شلون مسوي، يعني مسوي المكان كلش حلو. طبعا اكو ماركات كلش هواي، مثلا هذا بس راح نكمل، واكو مطعم هناك راح نروح له فدي شويه اسمه الفارسي. هاي السياره من صدق حلوه، شوف ايش قد حلوه. يعني مصدق سيارة مرتبة، حتى لو كهربائية كلش مرتبة. شوفوا هاي اتوقع الاصغر منها، ايه هاي تعتبر مثلا سبورت او هيك شيء، بس حلوة. طيب مثل ما تشوفون واحد هنا يقدر يختار اللون مالتها او الجلد، طبعا كلش حلو. هذا كلش عجبني، بمثل الخيوط حمراء كله جلد، طبعا كلش حلو هنا. سيارة أصلا مرتبة. يلا خلينا نكمل، المكان مرتب كل شيء واي. شوفوا
طيب بس نفر هذا المحل على السريع ونطلع. طبعا هذا المحل من اشهر المحلات اللي يبيع كاكاو، طبعا بيها شوكليت وكل شيء كل مكان، كله مصنع من الكاكاو. شوفوا هاي كل انواعها، نروح نكمل هناك على السريع. شوفوا متروسة أنواع اللي يعجبك. يلا خروح. شوف السقف شو مسوي، ايش قد حلو مرتبين. هي أنا المطعم بدي أقول لكم عليه، هذا راح ناكل به، نجرب الأكل مالته، أصور لكم إذا حلو ولا لا. طبعا شوف السقف شلون يتغير، كلش حلو. بعدين نروح نوريكم نافوره كلش كبيره من نص المكان. هس نطب نشوف. طبعا وصل الاكل الحمد لله، حصلنا كباب، حطوا لنا كباب تمن زلاطه هاي ثم لبن، هنا شاوينا طماطاية وهيج، بس والله مرتب. شوفوا هذا المنظر ايش قد حلو، كلش حلو هذا كلش. طبعا مسويين على شكل دائري وحاطين شلالات دائما دائرة من نص المول، كلش حلو. هناك محل تلفونات، محل هدوم رياضية وهكذا، والله حلو. خلينا نكمل ونشوف شنو اكو بعد. طبعا راح نتمشى كل هذا عند بس نروح نشوف هناك شنو اكو، مو هذا المطعم، نروح هناك نشوف شنو اكو حاطين مال الجيمنج وهيك سوالف، فخلنا نروح نشوف يمكن يطلع حلو. طبعا هو طب وراح وارجع عنده صور الحقي، خلينا نروح نشوف شنو اكو هناك. وغالبا كنا اماكن العاب، ها نصور شنو اكو. شوفوا كل العاب وهاي، يعني واحد يقدر يطب يختار اللعبه اللي يلعبها، يدفع فلوس ويلعب اللي يريده. شوفوا هنا أنا اتوقع هاي شاط تطلق عليها، يب صح. خلينا نكمل، هنا تقدر تربح دب هيك سوالف 30 كرونه طبعا مكتوبه هنا. شوفوا وإذا نكمل هنا عندك العاب الفي ار تلبسها تلعب اللي قاعد تشوفه فوق، وإذا تكمل هنا اكو العاب سيارات. نكمل وراح تشوفون اشياء اكثر، اعطيك اكثر مثال. نطب هنا حلويات وهاي السوالف، هنا كل السيارات كل موتوسيكلات وهاي السوالف، مكان كل شيء. طبعا فدي شيء راح نشغله هاي ونلعب تحدي بيننا احنا الثلاثه، اريد اشوف منو راح يحصل اكثر شيء. طبعا حنشتري بطاقه ونجرب نلعبها، خلينا نشترك. طبعا هي انا كارت اشتريناه، راح نجرب نلعب هاي اللعبه مالت الضرب، خلينا نجرب ونشوف ايش قد راح احصل. طبعا راح نحط هذا هنا، هاي دفعنا هسه شنو نجي نختار. حصلنا 870، الرقم كلش عالي. انا خسران من هسه. خسران ها؟ خلينا نشوف شو حتحصل. يلا. والله خلينا نشوف. اكثر من رقماتي الاولى. شد شوي. يا زلمه. لا بدنا نتعدي. 100 وش قد؟ طبعا نزلنا جوا عم بدي نصور هاي بعد احسن. شوفوا والله حلو مسوي، انه هذا بنص المنطقه واحد يقدر يصور، يجي هنا يتمشى بعدين يروح يشتري. هسه راح اطبل هذا المحل، كله محل الكترونيات، نشوف شنو عنده. هذا التليفون الاشفيرا الالترا، هذا كلش كبير ما شاء الله. طبعا سعره اللي تريده. هذا 200 جيجا بايت وشويه 17، هذا 500 جيجا بايت 19،
هذا 1000 جيجا بايت 22000. همين يغمى علي. يغمى عليك ها؟ والله. بس هذا كلش حلو والله. بس كبير، هذا حتى بجيبي ما يصير. شوف هاي انواعه. هاي كبرات. هاي الساعة مالته كلش حلوة. انا ودي اتمشى. يا ترى المطعم شوف شنو حاطين. حاطين مطارات قديمة فوق. ساعات قديمة. طبعا كل هذا مطعم يستاهل الصراحة، يستاهل. بس والله ما أعرف هذا حلال أو لا، بس منظره حلو. هاي باخره طبعا تقدر توديك داير مداير ستوكهولم. طبعا الشيء الحلو هم نبيه انه يعطوك اكل هناك، واكو كافيتيريا يعني تقدر تشتري شيء تشربه شيء تاكله حتى هناك. شوفوا طبعا هذا التمثال اللي هنا مصنوع من ذهب حقيقي. لا شايفين ايش قد دافين عليه؟ صار المكان كلش حلو الصراحه. شوفوا المكان مقطرات ايش قد حلو. هسه فد شوي راح نطب هناك ونصعد القطار ونروح للبيت. اصوركم هيج. حاليا نزلنا من القطار وراح نحاول نصوركم كل شيء شفناه بالقطار، مثلا الكافيتيريا شلون شكلها وشنو واحد يقدر يشتري منها. حروح المحطة القطار نشوف شنو اكو هناك جوا. وصلنا حرفيا محطة ال ستوكهولم. راح نروح نشتري شي نشربه، طب للحمام تكرمون، بعدين نروح لش اسمه للقطار. اشوف هنا جوا شنو محطين. بس فتحة لي فوق اتوقع، بس عمود الاضاءة عم تنزل اللي جوا. صوره حلو، مكان كلش حلو الصراحه. هاي محطه تخيلوا. خلينا ننزل جوا، طلع القطارات جوا، خلينا نروح نشوف. خلينا نشوف حظنا يكون حلو هالمره. لقى القطارات بسرعه لو ندور سنه القطارات وين. اخر مرة دورناها حتى ما قلنا. بس خلينا نشوف، خلوا علي قدام، غالبا القطارات هناك ولا مو هناك. انا قاعد نتمشى هسه. هذا القطار اول واحد يجي الساعة 9:16 راح ناخذه. هسه قاعدين ننتظر الساعة حاليا، اتوقع الساعة 8 43 جينا كلش من وقت، بس يلا عادي نقعد ننتظر حد ما يجي القطار، نشوف لنا اي شيء نسوي، نروح نشتري لنا قهوة او فتشي ناكله بالطريق يعني. هاي القعدة مالتنا، طبعا احنا ثلاثة ولد، فهذا راح، فقلت خل اخذ الفرصة اصور. شيل اللي ضحك بالموضوع ده، ارجع البيت هسه ما حد برا. شيل اللي ضحك بالموضوع انه حالي ما حد موجود، بس اني سوينا الناس. طبعا حاليا الساعة اتوقع 1:16 حلو، خل ارجع البيت.
يلا شي لا تنسون تشتركون وتسوون لايك. هاي اهم شي، سووا شير للمقطع همين اذا تريدون. يلا خلينا نشوف هاي الاضاءة. حلو، مع السلامة.